السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين ان احنا في ال 3D، لو عملت سيلكت على اي عنصر بيبدأ يظهر لي هنا في الخصائص ان انا اقدر اعمل ديسبليس ايليمنت، اعمل عليه سيلكت واقدر ان انا احركه بالشكل دوت، واقدر ان انا اضيف باص كل نقطة جاية منين وهكذا. الجديد بقى في الاصدارات الحديثة 2023 ان حتى لو انا في 2D اقدر اعمل الخاصية ديت، تمام. فممكن اعمل سيلكت مثلا على الجزء ده، الاقي عندي ديسبليس اليمنت واقدر احرك بالشكل دوت، واقدر اقول له باص، وعندي طبعا الخصائص بتاعت الباص ان انا اقدر اختارهم هنا، واقدر ان انا اقول الستايل بتاعي بالشكل دوت.